مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. بعثت فصائل الرجاء الرياضية المكونة من التراس ايجز وجرين بويز ودرب السلطان رسالة قوية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين فريقي الرجاء ومولودية وجدة على أرضية مركب محمد الخامس لحساب الجولة 12 من البطولة الاحترافية لكرة القدم. وجاء في رسالة جماهير الرجاء الرياضية من منطقة الخاصة بمركب ظنور المجانة ما تحتاج تكون في الملعب باش تكون بطل، مرفوقة بالاسم المختصر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي جاء مكتوبا في شعار ينتمي لإحدى شركات المراهنات، في تعبير حسب جماهير الرجاء أن فريقها يتعرض للظلم من خلال المباريات. ويأتي هذا في الوقت الذي لازالت تشتكي من خلاله جماهير الرجاء بأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة النهضة البركانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.